عم ندخل عنا المشترك على الجيم لازم يكون لابس كمامته، اذا ما معه كمامه بنعطيه كمامه من عنا، بنقيس له درجه حرارته وبنعمل له تشيكن، بعقم ايديه وبدخل على الجيم. طبعا احنا تركين بالجيم مسافه امان متر ونص بين كل جهاز والثاني، متباعد بين المشتركين، وكل مشترك فيهم بعد ما يخلص من الجهاز بتعقم وراه دايركت بعد ما يستخدم الجهاز. والله يعني فرحة غامرة يعني مش شوي، لأنه قعدنا بالبيت فترة طويلة 3 أشهر من دون الجيم. قد ما كنا يعني عنا حركة ونشاط، بس بضل الجيم فيه أجهزة وفيه فري ويت وفيه حصص الإيروبيكس. أنا مبسوط لأن رجعت على النادي، لأنه الرياضة مفيدة للجسم وتقوي المناعة. نشجع الناس وبنحفزهم ليرجعوا يشاركوا في الجيمات والأندية الرياضية. كتير حلو أنك ترجع من أول وجديد تبني لياقتك البدنية وتحافظ على صحتك كاملة. بالنسبة للعودة يعني كتير إحنا مبسوطين، لأنه كنا نستنى هاي اللحظة صراحة من عدة أيام، خاصة إحنا بالعمر هذا الكبير ما عنا لا شغلة ولا عملة ولا شيء، إحنا متقاعدين يعني وما عنا إلا النادي، فهو الشغلة الوحيدة اللي نقدر نروح ونيجي فيها نتحرك يعني نحرك جسمنا.